حبيبي احنا من المنطقه طلعت شفت ابو دراجه فات من هناك ضربها 3 طلقات يمكن اتوقع او 4 طلقات وفتح الباب وضربها طلقات وراح والمنطقه يعني فيها كاميرا طلع تسجيل خاصه شنو الوضع؟ الوضع الجهات الامنيه جوي ياخذون اللازم ارعبكم هيك خبر بالمنطقه؟ اي والله يا امان ايش تسوي الله يرحمها واحنا من المنطقه جينا لقينا موضوع مثل ما لقيت يعني انه فهد ميته وضربه ما ادري كم طلقه بالضبط وشفنا الفيديو مالته يعني ما نقول غير الله يرحمها وهذا هو يعني الله حادثه جميل. حادثه اي طبعا يعني خوفتكم بالمنطقه؟ يعني هو شيء اكيد طبعا يعني اي واحد يعني يصير وياه هيك طبعا يخاف يعني الوضع يعني بعد ناشد القوات الامنيه انه تدخل بهذا الموضوع على مود لا يصير هيك شيء ثاني.